Leave me alone. Don't leave me لا alone, لا تتركني وحيدا بيرني، لأن أوهايو بحاجة إلى إلحاق الهزيمة الكاسحة بالديمقراطيين وبشيميغان الذي يعتقد بأنه من أكثر الأصدقاء المقربين لي إلى أن أصبح يساريا. إذا ما سمعتم إلى الإعلانات التجارية فهو يقول بأنه يعمل على تصويت لترامب، لكن هذا غير صحيح، لا يعير أي اهتمام بالاقتصاد أو الحدود، وهو ليس معي، وفي اليوم الذي سوف يخرج سوف يصوت لبايدن في كل الأوقات، ومن يصوت لبايدن في هذه البلاد فقد انتهى أمره. وأود من بيرني أن يتدخل وأن يقوم بتأمين الحدود وأن يعمل على وقف حالة الشقاق التي عشناها وأن يمنع من اندلاع حرب عالمية ثالثة. وتذكروا أن جو بايدن هو تهديد كبير لديمقراطيتنا وتهديد كبير لهذه البلاد، وهو ويعزى ذلك لسبب واحد، لأنه يستخدم وزارة العدل والإف بي آي لمطاردة خصومه السياسيين. هذه هي الطريقة التي يعمل بها، وهي مسألة لا يمكن القبول بها. وكان لدي جملة من لوائح الاتهامات التي لاحقتني. أحدهم قال بأنه علينا أن نمنح هذا الشخص لوائح من الاتهامات لكي لا يقوم بالترشح للرئاسة، لكننا ناقشنا هذا الأمر. وكما ترون إنه يوم جميل هنا، وخاصة بأنه عندما لا يتوجب عليكم أن تستخدموا التلغراف. لا أعلم ما الذي يفعله بيرن هنا، إن أصدقائي يبلون بلاء حسنا في صنيعتهم. يمكننا أن نعمل هذا الأمر بدون التلغرام. إننا نتحرك. إذن الرئيس السابق ترامب ما زال يعني متفائلا بأنه سيحقق فوزا سريعا وسهلا في الانتخابات المقبلة، قال ذلك خلال هذا التجمع الانتخابي في أوهايو.